بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي طلبه الصف الثالث المتوسط ارحب بكم اجمل ترحيب عبر فضائيه العراق التربويه واقدم لكم درسا جديد من دروس ماده الاجتماعيات. اعزائي الطلبه درسنا لهذا اليوم هو القيم الاجتماعيه، تحدثنا في الدرس السابق عن القيم. وذكرنا منها هناك القيم، القيم الوطنيه والقيم الاجتماعيه والقيم الدينيه والسياسيه، وذكرنا ان القيم الوطنيه منها المواطنه والانتماء، والان نذكر النقطه الثالثه من القيم الوطنيه. المشاركه السياسيه. اعزائي الطلبه من الاسم المشاركه السياسيه يتبادر لنا هو ان نشارك، هي المشاركه في العمليه السياسيه راح نعرف ما هي الطريقه وكيفيه الاسلوب للمشاركه السياسيه وهو مفهوم مرتبط بالحياه السياسيه والاجتماعيه وتتمثل باعطاء الحق الديمقراطي والدستوري لافراد المجتمع البالغين. يعني اعزاء الطلبه هذا الحق هذا الحق اللي موجود حاليا هو اعطاء الحق الديمقراطي والدستوري لافراد المجتمع ينطيهم الحق. كافه في المشاركه المجتمع لافراد المجتمع البالغين اعزاء الطلبه في المشاركه في صنع القرار السياسي سواء بطريقه بطريقة مباشرة من خلال الترشيح للانتخابات أو الانضمام للمؤسسة السياسية يعني يا أما نكون بصنع القرار مباشرة من خلال الترشيح للانتخابات أو الانضمام للمؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني أو تولي أي منصب من, من, من المناصب التنفيذية والتشريعيه وقد تكون المشاركه بطريقه غير مباشره من خلال الادلاء باصواتهم لاحد المرشحين. يعني بمعناها طريقه مباشره وطريقه غير مباشره. المباشره هي خلال الترشيح للانتخابات او الانضمام للمؤسسه المجتمع المدني والمشاركه من خلال الادلاء باصواتهم لاحد المرشحين. يعني مباشره وغير مباشره العمل التطوعي وهو نقطه ثانيه من نقاط القيم الوطنيه راح نتعرف ما هو العمل التطوعي من اسمه اعزائي الطلبه هو شيء من التطوع يعني الانسان من خلال حبه وانتمائه يشارك بهذا العمل التطوعي احسنتم الاسم اعزائي الطلبه هو احيانا يصفنا مضمون او تعريف هذه النقطه وهو ان يخصص الانسان جزءا من الوقت الخاص للقيام بمن من وقته الخاص بي من بعمل عام يرغب برغبته يعني أعزاء الطلبة أنعيدها هو العمل التطوع هو أن يخصص الإنسان جزءا من وقته من وقت الخاص به للقيام بعمل عام برغبته برغبة ذاتية يعني من خلال من 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 رغبتك أنت بدون ما أحد يعلمك على هذا العمل ومن دون مقابل يعني بدون اجر من اجل اهداف انسانيه او اجتماعيه منها يعني الاهداف راح تكون اما انسانيه او اجتماعيه منها اشاعه شنو الغايه من عندها اعزائي اريد نعرف شنو الغايه من هاي الاهداف الانسانيه هو اشاعه التعاون بين الاخرين وتقويه اواصر المحبه والالفه بين افراد المجتمع كما يعمل بعد يعمل على تطوير شخصية الفرد يعني يطور شخصية الفرد وزيادة ثقته بنفسه يعني يصير عندك ثقة بالنفس بهذا العمل فضلا عن استثمار الوقت وتمضيته بكل ما هو مفيد يعني مجي ثقتك بنفسك راح تستثمر الوقت بكل ما هو مفيد وتتعدد المجالات التي يتناولها العمل التعاوني يعني هناك عده مجالات لهذا العمل التعاوني شنو هاي المجالات منها المجال الاجتماعي والذي يتخصص بالقيام بالاعمال الانسانيه الخيريه يعني هذا العمل اول مجال مجال الاجتماعي يتخصص به بالاعمال الخيريه أو في المجال التربوي. شلون راح نعرف المجال التربوي؟ عبر إلقاء الدروس الخاصة بحملات محو الأمية، يعني هاي الأعمال هاي أعمال خيرية. أو الدروس التطويرية أو التوعوية، هذه كلها وين تجي؟ بمن؟ بالأعمال الخيرية والمجال التربوي. وكذلك في المجال البيئي. عبر القيام بحملات التنظيف يعني هسه صار عندنا عندنا اجتماعي وخيري وعندنا تربوي وهسه عندنا بيئي البيئي شنو عبر القيام بعمليات التنظيف شنو ننظف اعزائي الطلبه شنو التنظيف تنظيف الاحياء احسنتم او الشوارع والحدائق العامه والتعرف شنو الى السبيل السليم للتخلص من النفايات وهذا هذا عزيز العمل التطوعي هو التعرف الى السبل السليمه يعني السبل شنو عزيزي هي الطرق السليمه للتخلص من النفايات هذا ما يخص بالعمل التطوعي من اسمه هو تطوعي سواء بالجانب الاجتماعي التربوي والبيئي وذكرنا لكم هذه كلها قيم وطنيه اللي تحدثنا عنها اللي هي العمل التطوعي وذكرنا المشاركه السياسيه وذكرنا الانتماء والمواطنة الآن راح نعرف القيم الاجتماعية راح نعرفها هي مجموعة من المبادئ الفطرية شنو الفطرية؟ المكتسبة يعني من وي فطرة الإنسان يعني وي فطرته وتكون مكتسبة يعني يكتسبها شنو؟ يحصلها يعني يتعلمها من المجتمع أو من المكان اللي هو يعيش به زين هي مجموعة من المبادئ الفطرية المكتسبة التي تحدد تعامل الفرد مع غيره والقائمة على مبادئ الأخلاق الحميدة والاحترام، شوف هاي مبنية علي من أعزاء الطلبة هاي القيم الاجتماعية، على الأخلاق مبادئ الأخلاق الحميدة والاحترام والإنسانية والتسامح والتكافل الاجتماعي، يعني هذا بغض النظر عن الدين والمذهب والعرق والجنس واللون اعزاء الطلبه هسه احنا هاي شنو هاي القيم الاجتماعيه القيم الاجتماعيه ذكرناها هسه نريد نعرف هذه القيم الاجتماعية هي مجموعة من القيم والمبادئ الفطرية المكتسبة التي تحدد تعامل الفرد تعامل الفرد مع غيره والقائمة علي من قائمة يعني على من تنبني على مبادئ الأخلاق الحميدة والاحترام والإنسانية والتسامح والصدق والتكافل الاجتماعي يعني تكافل نتعاون بيناتنا بغض النظر هذا الشيء نقوم به بغض النظر ما نخلي تمايز، بغض النظر عن الدين والمذهب والعرق والجنس واللون. هذا ما ذكرناه عن عن من, من القيم الاجتماعيه احسنتم، هسه نريد نعرف العلاقات الاجتماعيه، شنو العلاقات الاجتماعيه؟ من اسمها أعزاء الطلبه. وهي احدى صور القيم الاجتماعيه ويقصد بها الروابط الاجتماعية القائمة بين الأفراد أو عامة المجتمع وتنقسم تلك العلاقات إلى نوعين. هاي العلاقات تنقسم إلى نوعين. من شنو ما هي العلاقات الاجتماعية الرسمية والعلاقات الاجتماعية غير الرسمية. راح نعرف شنو العلاقات الاجتماعية غير الرسمية مثل علاقة التلميذ بإدارة المدرسة أو علاقة الموظف بال. دائرته التي يعمل بها هاي رسمية من اسم مالتها أعزاء الطالبة هي رسمية الطالب التلميذ الطالب بإدارة المدرسة أو الموظف بدائرته هسه راح نعرف الغير رسمية شنو هي مثل علاقة الإنسان بأفراد عائلته وجيرانه وأقربائه ويمكن أن تكون العلاقات الاجتماعية أما إيجابية يسودها المحبة والود والتسامح والتكافل والتعاون أو تكون العلاقات الاجتماعية سلبية يسودها شنو يسودها يعني يمليها يسود الكره والحسد من ما يؤدي إلى الخصومة والعدوى والعداوة بين الناس هاي العلاقات الاجتماعية هي علاقات وهي قيم اجتماعية وروابط قائمة بين أفراد أفراد الأفراد أو عامة المجتمع افراد يعني اشخاص او عامه المجتمع وتكون هذه العلاقه على نوعين علاقات إجا... علاقات اجتماعيه رسميه وعلاقات اجتماعيه غير رسميه الرسميه ذكرناها بين التلميذ والمدرسه والموظف ودائرته والعلاقات الغير رسميه تكون بين الافراد بين تكون بين بالفرد وعائلته او بجيرانه او اقاربه وتكون سلبيه يسودها المحبه وايجابيه يسودها الحسد والكره <applause> هسه نريد نعرف أن اي وعزاء الطلبه يعني نكرر لكم حد للتوضيح العلاقات الاجتماعيه الرسميه والعلاقات الاجتماعيه غير رسمية الاولى بين التلميذ والمدرسه والموظف ودائرته والعلاقات الاجتماعيه غير رسميه بين الافراد العائله مع جيرانه او اقاربه تكون ايجابيه يسودها المحبه والود وسلبيه يسودها الكره والحسد من ما يؤدي الى الخصومات اريد نعرف اريد نعرف انواع هذه العلاقات في مثل ما ذكرناها ان شاء الله على الدرس القادم تكون هذه الامور نتداولها الى هنا ننهي درسنا لهذا اليوم على امل اللقاء بكم في درس جديد من دروس ماده الاجتماعيات فابقوا معنا